مجموعة الكاستم كومبوننت، تمام. في مجموعة الفيديوهات بتاعة الكاستم كومبوننت دي احنا هنناقش مجموعة من الأفكار أو هنناقش بعض المعلومات الخاصة بالكاستم كومبوننت، تمام. مش هنعمل كومبليكيتد كاستم كومبوننت، لكن هنوريكو النقط والحاجات المهمة اللي انت ممكن تستخدمها دايما في أي كاستم كومبوننت انت بتستعملها. بداية كده عشان نشتغل على الكاستم كومبوننت لازم في شوية حاجات نعرفها. اول حاجه التايبس اوف كاستم كومبوننت، تمام. احنا عندنا في الكاستم كومبوننت 4 انواع، عندنا كونكشن وديتيل وبارت وسيم. ايه الفرق بين الاربعه؟ الكونكشن بتعمل كرييشن لسام اوبجكت، تمام، وبتربط ما بين مين وسكندري بارت. ده بالنسبه للايه، للكونكشن. طيب الديتيل، الديتيل بالكرييشن لمجموعه من الاوبجكت بس بتحتاج one or main part واحد وايه و point او select point جوه الموديل بحيث ان هو ينزل فيها ال detail دي. طب for example يعني ايه؟ يعني ده لما بتيجي تحط custom component او بتحط ماكرو خاصه بتكله مثلا زي end plate او مثلا clip angle، بتحتاج ايه؟ بتحتاج main part و secondary part، تمام. طيب مثلا البيز بليت لما اجي اعمل لها كاستم كومبوننت اعملها ايه؟ هعملها ديتيل. ليه؟ لان انا هحتاج ان انا اختار عمود بس واختار النقطه اللي هتنزل عندها مثلا البيز بليت. طيب البارت، البارت ده مجموع بيعمل كرييت لمجموعه من الاوبجكت ممكن تكون عباره عن كونكشن او ديتيل، وغالبا احنا مش هنعدي لا على البارت ولا على السيم، احنا هنركز او الفوكسنج على الكونكشن والايه والديتيل. دي التايبس اوف كاستم كومبوننت، تمام. طيب الحاجة التانية، الكومبوننت بتاعتي او الكاستم كومبوننت ليها مكونات. عندنا 4 مكونات اساسيين في اي كاستم كومبوننت، تمام. ممكن الكومبوننت تعمل بواحد بس من الاربعة دول اللي هم ايه؟ البولت او البارت او الولد او الكات. يبقى اي كاستم كومبوننت عشان تتعمل لازم يكون فيها واحد من الاربعة دول او الاربعة كلهم او 3 او 2 على حسب، تمام. يبقى انا لازم عشان يبقى في عندي كاستم كومبوننت لازم يكون فيها 1 اوبجكت على الاقل، تمام. طيب النهارده عندنا معلومه ثالثه. يبقى كده اول حاجه عندنا المعلومه الاولانيه اللي قلناها التايب اوف كاستم كومبوننت والكونتنت بتاعت الكاستم كومبوننت. النهارده هنبتدي مع بعض بكاستم كومبوننت بسيطه جدا، هنشرح فيها معلومتين. المعلومه الاولانيه الفاريبل تايب، والمعلومه الثانيه البايند، تمام. احنا النهارده هنكريت ديتيل، يعني ايه؟ هنكريت ستيفنر ببيك لوكيشن بينزل فيه الستيفنر دوت، وبيتغير الستيفنر سايز مع البيم بتاعتي. نبتدي مع بعض كده. احنا هنا مكريتين الستيفنر بليت اهي، تمام، وعاملين لها الحام مع الكاميرا دي. اوكي، هاجي ابتدي كده اقول له edit component component application، وباجي اقول له define custom component. هنا دايما بأول سؤال بالنسبة له اللي هو ايه، انت عايز تعمل connection ولا detail ولا seam ولا part ولا ايه type of connection انت هتحتاجه، تمام. احنا قلنا هنختار هنا دايما هنختار البيم وهنحتاج نحط point عندها، فهي ده يعتبر بالنسبة لي detail. هتدي الديتيل نيم نسميها ستيفنر، تمام. ولو في ديسكريبشن عندك للكونكشن، لو انت عندك اكتر من كاستم كومبوننت يفضل انك تدي ديسكريبشن للكاستم كومبوننت بتاعتك دي، تمام. وفي عندي البوزيشن والادفانس، خلينا نبص للبوزيشن والادفانس دولت مع الفيديوهات الجايه لان هيبقى فيها شرح اكتر من كده اوضح يعني. هنقول له نيكست، هيبتدي يسالني الاوبجكت بتاعتك او الكونكشن دي او الديتيل دي هتكرييت لايه. يبقى انا لازم كده اختار الحاجات اللي هتعمل لها كرييشن في الكاستم كومبوننت، تمام. انا هحتاج اعمل ايه لما هبك البيم دي؟ فتنزل عندي الستيفنرز والويلد، تمام. انا كده عملت سيلكت للاوبجكت بتاعتي، هقول له نيكست. هيبتدي يسالني فين البارت بتاعك او المين بارت، هقول له اهوت. هنا بقى يبتدي يسألك على البيك لوكيشن او البوينت اللي هينزل عندها الديتيل دي، هل هي بوينت خاصة بالمين بارت مسافة معينة منه مثلا او عند الستارت او عند الاند، ولا ريفرنس بوينت على حسب ما انت هتعمل بيكنج هينزل لك الحاجة دي. فانا هقول له ريفرنس بوينت واسلكت على مثلا البوينت هنا اهي،
تمام، وهقول له ايه فينيش. كده هو كايد الديتيل بتاعتي اللي اسمها ستيفنر. تعال نتشيك. تمام اهي اوكي. اجي امسك الديتيلة هنا وهبتدي اسلكت مثلا البارت ده واقول له نزل لي الاستفنر دي هنا. ده كده اول حاجة عملناها ان احنا كريتنا الكونكشن بتاعتنا او الديتيل بتاعتنا بشكل بسيط جدا. طيب تاني بوينت عندنا، احنا قلنا هنعمل ان الاستفنر ده يتغير السايز بتاعه مع سايز ايه، سايز البيم. بمعنى لو انا جيت غيرت البيم دي مثلا، خليت ارتفاعها 500 مثلا كده، تمام، واقول له موديفاي، انا محتاج ان الاستيفنرز بتاعتي حجمها يزيد مع حجم البيم دي. ده نعمله ازاي؟ هاجي كده على الكونكشن بتاعتي واقول له اديت، تمام، بقول له اديت كومبوننت، بيبتدي يفتح لي اربع ويندو فيهم الكاستم كومبوننت بتاعتي، تمام اهمت. وفي نفس الوقت عندي حاجتين، حاجه اسمها كاستم كومبوننت براوزر، وفي حاجة هنا اسمها الـ variable أو الديسبلاي بتاعتي، display variable. أنا مش هحتاج الـ display variable دي دلوقتي، أنا محتاج إن أنا أبص معاك على الـ component browser دي، دي فيها إيه؟ تعال نكبر الفراغ كده الأول. الـ custom component browser فيها حاجتين مهمين جدا بالنسبة لي، أكتر حاجتين مهمين، الـ input object والـ component object. إيه هما؟ الـ component object دي الحاجات اللي بيحصل لها creation، تمام؟ زي ايه؟ الاستيفنرز الاثنين اللي احنا حطيناهم، تمام، اللي هو كنترول بليت 1 وكنترول بليت 2، دولت مجموعه الاستيفنر بتاعتي ومجموعه الويلد اللي هو كاريتها. يبقى ده كده الكومبوننت اوبجكت زي ما قلنا لازم يكون فيها حاجه واحده على الاقل، هي فيها مجموعه حاجات اهي، فكده تمام. طيب الانبوت بتاعتي اللي هي المين بارت، ولو في سكندري بارت هيكتبه لك هنا، في مجموعه من الداتا هنستخدمها قدام في المراحل الجايه في الفانكشن كده، فدي خليها دلوقتي. تمام، يبقى انا كده عرفت ان عندي كنترول بليت 1 اهو، لما اقف عليها هيبتدي يعمل له هايلايت هنا في الموديل، كنترول بليت 2 لما اقف عليها هيعمل له هايلايت في الموديل. تمام، طيب نرجع للنقطه الاساسيه اللي هي ربط الاستيفنر بسايز الكاميرا. ده نعمله ازاي؟ اول حاجه هاجي امسك الاستيفنرز بتاعتي، تمام، ده وده، وهاجي اقول له سيلكت البوينتس دي. البوينتس اللي تحت دي كلها انا عايز اربطها بمين؟ عايز اربطها بالايه؟ بالانر سيرفيس بتاع البوتوم فلانج. طب ده اربطه ازاي؟ هاجي اعمل كده واقول له ايه؟ بايند تو بلان. طيب البلان انت عايز تربطها بانهي بلان؟ هل هو ده ولا ده ولا ده ولا انهي سيرفيس؟ باجي اقول له هنا خلي بالك دايما ان انت شغال على الايه؟ الاوت لاين، مش سنتر لاين مثلا. يعني انت كده لو وقفت هنا سنتر لاين انت كده هبطها بالسنتر لاين. طيب لا، انا هربطها بالاوت لاين بتاعتي، اوت لاين بلان، واقول له ان البوينتات دي كلها او البوينتس دي مرتبطه بالانر سيرفيس بتاع الايه؟ البوتوم فلانج. تمام، طيب انا عملت باك كده خلاص دوست. طب اعرف ازاي ان هو خد الفاليو دي؟ باجي افتح هنا الديسبلاي، الديسبلاي فاريبل دي، وببص هنا الاقي عمل ايه؟ دي 1 ودي 2 ودي 3. لو انت وقفت كده على دي 1 او دي 2 او دي 3، دي المسافه اللي ما بين البوينت دي، تمام، والانر سيرفيس ده اللي هي عباره عن زيرو. اوكي طيب نكمل كده بقيه الباينز بتاعتنا، نربط بقيه الحاجات. هنيجي على البوينتس دي، نمسك نفس البوينتس اللي فوق، نقول ان دي هيتعمل لها بايند، بايند على البلان ده، تمام، برضه هيقوم كاريت البايند بتاعي. طيب تعالى بقى ايه، نكريت البايند بتاع التو بوينتس اللي بره دول اهم، بايند 2. طيب التو بوينت اللي بره دول هربطهم بمين؟ هربطهم بوش وش الكاميرا من بره، تمام، بحيث انه التو بوينتس دول دايما مع وش الكاميرا. طب لو انا عايز اعمل لهم مسافه، يعني لو انا حبيت ان الاستيفنر بتاعي يبقى في حاجه اسمها سيل ويلد مثلا، وبسيب 5 مللي من بره دايما، تمام، انا كده طلعته 5 مللي لبره، تمام. طب لو حبيت ان المسافه دي تبقى لجوه، هديله ماينس 5، ماينس 5، تمام،
اوكي كده اهو، هلاقي ان الاستيفنر بتاعتي والبوينت بتاعت الاستيفنر دخلت لجوه بعيد عن وش الكاميرا مسافه 5 مللي. سواء بقى الكاميرا دي طولها اتغير، عرضها اتغير في اي باي سايز، هو هيغير ل 5 مللي داخل. تمام، نرجعها زيرو زي ما كانت. اوكي، دي فكره البوينت. طيب هربط بقيه البوينت بسرعه كده اهو. همسك التو بوينت اللي جوه دول، هقول له دولت بوينت 2 ويب. تمام، واجي امسك الاستيفنر التاني واعمل نفس اللي عملته مع الاستيفنر الاولاني، تو ده بايند للسيرفيس ده. تمام اهوت، والتو بوينتس التانيين دولت بايند تو الويب. تمام، بقى عندي 16 بايند كلهم قيمتهم زيرو، كلهم معمول لهم هايد. اوكي، طيب تعالى بقى نجرب كده، نقفل نقول له كلوز ونقول له سيف. تمام، بص معايا كده على الكاميرا بقى، اصبح ان الاستيفنر واخد السايز بتاع الكاميرا، سواء سايز الكاميرا ده اتغير او متغيرش، او خد بروفايل مختلف، هو هيتغير معاه. تمام، طيب دي اول نقطة، عملية ايه الربط بالبايند. طيب في نقطة كمان النهاردة هنشرحها، اللي هي التايب اوف فاريبل، ودي هتتكرر معانا في كل الفيديوهات غالبا، او في اغلب الفيديوهات، اللي هي عبارة عن ايه. هعمل ايديت دلوقتي على الكاستم كومبوننت، او قبل ما نخش ايديت، التشامفر بتاعي ده هنا معمول لاين. تمام، لو انا عايزه ارك او انا عايزه اي تايب مختلف من التشامفرز بتاعتي، الكلام ده اعمله ازاي، او اخلي اليوزر يتحكم فيه ازاي. تمام، ادي الكاستم كومبوننت بتاعتي ما فيهاش اي داتا اليوزر يقدر يتحكم فيها، فهاجي اعمل كده واقول له ايديت كاستم كومبوننت. تمام، واجي اعمل ديسبلاي للفاريبلز بتاعتي، هلاقي كل البايندات اللي انا كنت عاملها. هاجي هعمل كرييشن لايه، لفاريبل جديد. تمام، او بارامتر جديد. البارامتر ده هو دايما بيديله رقم معين بي 1، انت ممكن تغير النيم ده او تديله اي اسم انت محتاجه. اوكي، بي 1 ده هنيجي هنا هنبص نلاقيه واخد قيمه زيرو. تمام، يهمني نقطه مهمه جدا اللي هي الفاليو تايب بتاعت البي 1. ماشي، الفاليو تايب بتاعت البي 1، البي 1 ده اللي احنا ناويين نعمله هيعمل ايه؟ هيتحكم في شكل البارامتر او الشكل التايب الشامفر تايب. يبقى انا لما اجي افتح هنا هشوف البي 1 ده عباره عن نمبر ولا لينس ولا تكست، ولا هو انجل، ولا بيتحكم في ماتيريال، ولا بيتحكم في بروفايل. يبقى انا النقطه المهمه بالنسبه لي ان هو يتحكم في الشامفر ايه؟ الشامفر تايب. ودايما تاخد بالك ان انت تعمل البارامتر اللي اليوزر هيدخله شو، دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ان انت تدي له نيم، بحيث ان اليوزر يقدر يتفاهم معاه او يكون فاهم ايه هو البارامتر ده. هنقول له كده ترانسفير، تمام، وبدي له انتر، وبعمل كده لحد كده، هعمل كلوز نشوف حاجه معينه اهوت. يس، اوكي، تمام، بعمل دبل كليك كده، بلاقي عندي الشامفر تايب اهي. اوكي، الشامفر تايب موجوده وكل حاجه، بس لحد كده لسه ما بتتحكمش في نوع الشامفر بتاعتي. تمام، مفيش اي حاجه بتتغير، مفيش اي شكل بيتغير، مفيش اي قيمه بتتغير. تمام، ليه؟ لان احنا عملنا البارامتر بس ما ربطناهوش البوينتس ذات نفسها. فهنيجي نعمل ايديت. تمام، وهاجي هنا افتح تاني معاك عند البارامتر بتاعتي، هلاقي ان بي 1 اهو تشامفر تايب موجود. اوكي، طيب التشامفر تايب دي انا عايز ادخلها بحيث ان اليوزر لما يغيرها تغير معايا في الموديل. فهاجي اقف على البوينت دي، لما اقف على البوينت مثلا دي هلاقيه فتح في الكومبوننت براوزر بتاعتي عند البوينت بروبرتي رقم 2. يبقى البوينت دي عندي هي بوينت رقم 2 في الكونتور بليت رقم 2. فاجي هنا بفتح هنا والاقي عندي التشامفر تايب اهو موجود. تمام، فباجي على التشامفر تايب دي واعمل عليها ايديت واقول له دي ايكوال بي 1. تمام،
يبقى انا هنا حددت له انه الشامفر تايب بتاع البوينت دي دايما مرتبط بالنوع بتاع بي 1 تمام. ولازم تاخد بالك انه ان البي هنا بي كابيتال او بي سمول على حسب ما انت مدي الاسم، لازم يكون الاسم ده مكتوب بالظبط تمام، وبدي له انتر. يبقى دي كده اول بوينت. طيب البوينت الثانيه اللي هي البوينت اللي فوق تمام، هاجي على البوينت اللي فوق واعمل نفس اللي عملته مع البوينت الايه رقم 2 اهو، باجي اقول له الشامفر تايب بتاعتي ايكوال بي 1 تمام، وهاجي هنا على الناحيه الثانيه اعمل فيها نفس الكلام. ممكن امسك البوينت دي كده اهو تمام، واقول له اديني الشامفر تايب ايكوال بي 1 تمام، وهعمل كلوز سيف اوكي. طيب لو عملنا دبل كليك كده وغيرنا الشامفر تايب دي لارك مثلا اهو تمام، غير نوع الشامفر بتاعتي على الكومبوننت هنا، يبقى انا كده عملت بارامتر جديد وظهرته لليوزر، وفي نفس الوقت ربطت البارامتر ده جوه الكومبوننت بتاعتي، بحيث ان لما اليوزر يغير اقدر اغير الكومبوننت او اغير الـ نوع الشامفر اللي موجود هنا تمام. طيب نفس الكلام موجود على الديتيلا دي، اه موجود هنا نفس الموضوع، ان انا اقدر اغير الكومبوننت بتاعتي او ان انا اقدر اغير البارامتر ده. طيب هنا انا غيرت التايب اوف بارامتر، تعال نضيف حاجه كمان صغيره اللي هي قيمه الشامفر بتاعي. هاجي اعمل كده edit تمام، وهاجي انا دلوقتي عايز اليوزر يدخل كمان بعد الشامفر تايب يدخل قيمه الشامفر ده قد ايه، هل هو 20 25 30 على حسب النمبر اللي هيدخله. فباجي اعمل كده وباجي اقول له بارامتر هنا واقول له chamfer size تمام. الشامفر سايز هنا هل ده هيبقى عباره عن ايه؟ هل هو كسر ولا هيبقى لينس ولا تكست ولا فاكتور ولا هيبقى عباره عن ايه؟ احنا هنقول ان ده عباره عن نمبر او هنقول عباره عن لينس. ليه؟ لانه ممكن ياخد فيه هنا مثلا 25.5 10.2، مش نمبر صحيح، النمبرز دي تعني رقم صحيح تمام. فانا هاجي اقول له اسيبه زي ما هو لينس تمام، واقول له كلوز. طيب هبتدي بقى ادخل قيمه للشامفر دي على البوينتات زي ما دخلنا للشامفر تايب. هاجي هنا واقول له البوينت دي، واجي هنا اقول له قيمه الاكس والواي، قيمه اكس دي او واي دي بتساوي بي 2 كنترول سي كده، وقيمه اكس هنا برضو كنترول في اهو تمام. طيب دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية تمام، واجي هنا نفس الكلام الناحية الثانية دخلنا قيمة البي 2. طب احنا عرفنا منين ان احنا محتاجين تشامفر واي وتشامفر اكس، ليه مش تشامفر دي زد؟ لو انت جيت وقفت عند اي بوينت هنا دبل كليك عليها هتلاقي انت دايما بتدخل القيمة بتاعت الاكس والواي مش دي زد ودي واي تمام. لو بتستخدم دي زد ودي واي ممكن برضه تدخلهم هنا، يبقى انت برضه لازم تكون عارف الداتا اللي انت بتدخلها دي بتاعت ايه تمام. احنا كده دخلنا قيمة بي 2. طيب عشان قيمة بي 2 دي ما بقاش فيها مشكلة، حاول ان انت تديها دايما ديفولت فاليو، يعني مثلا هنديله انه الديفولت بتاعنا مثلا للشامفر دايما 20، واقول له كلوزد كلوزد تمام اوكي. لو
انا جيت هنا الاقي ان الديفولت بتاعي دايما اللي هو 20 دي ظاهره، لو انا حبيت ان انا اكبر الديفولت ده واخليه مثلا 30 او اديله قيمه تانية غير قيمه ال 20، هلاقي ان الشانفر بتاعي قيمته اتغيرت. يبقى انا لازم اخد بالي دايما من البارامتر اللي انا بدخلها، تمام، التايب اوف بارامتر. يبقى احنا النهارده المعلومتين اللي عندنا في الفيديو البايند والفاريبل او الفاريبل تايب بتاعتي اللي انا دخلتها. هاجي اعمل كده اديت اهو، تمام، اوكي، واخد بالي دايما من الليبل بتاعي بتاع البارامتر اللي انا طلعته لليوزر، هو ده اللي انا استخدمته وده اللي لازم اليوزر يشوفه عشان يبدا يفهم البارامتر ده بيتكلم عن ايه. لحد كده هنقفل الفيديو ده ونتقابل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. شكرا.